بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مملكة الإنسان، ولا نزال نغوص في هذه العجائب العظيمة في جسم الإنسان وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ اليوم راح نتكلم عن وظيفة مهمة في الجسم وجهاز مهم في الجسم. فإذا كان الدم هو الجهاز اللي يوصل الغذاء، يوصل المناعة، ويكون هناك جهاز للدفاع، فهناك جهاز ممكن نسميه مثلا وزارة البلدية أو وزارة مثلا التنظيف أو وزارة البيئة. فهذه الوظيفة مهمة جدا لغسل الجسم ومحاربة الجراثيم. تخيل أنك أنت نايم، و أثناء نومك يكون هناك جهاز يقوم بغسل الجسم بشكل كامل. العين يغسل، العين يغسل، القلب يغسل، المخ والرئتين والرجلين والعضلات. فأنت طول النهار قاعد تحرك هذه العضلات وهذه الأجزاء، فتخرج منها مواد سامة ومواد ضارة ومواد إخراجية نسميها ميتابولايتس، وتطلع من هذه الأعضاء وهذه الأجزاء من الجسم، تطلع منها شوارد. هذه الشوارد تسمى free radicals. هذه لها دور في مثلا قد تسبب دمار في الخلايا، خلايا سرطانية، قد تسبب أمراض. وهناك أيضا نفايات تخرج من الجسم وتوكسينز، مواد سامة. هذه كلها وين تتجمع وشلون تطلع؟ هذا كله قد يدمر الأعصاب ويسبب إجهاد ويغلق التوصيلات العصبية، لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه وضع لنا جهاز يغسل هذه المكونات كلها، ولما تقوم من نومك تقوم نشيط وسليم ومعافى، كأنك بديت من جديد وهذه الأمور كلها راحت. فكيف يحدث هذا؟ الجهاز اللمفاوي يعني إذا اختل يصير في الجسم تورم، ويعني تورم الجسم ويصير فيه داء الفيل، لأن هذا الجهاز عبارة عن شبكة من الأنسجة والأوعية والأعضاء التي تعمل معا لنقل سائل مائي عديم اللون يسمى اللمف، ينقل إلى نظام الدورة الدموية إلى مجرى الدم. يعني يطلع هذا السائل، طبعا هناك سوائل متجمعة من الخلايا، يأخذها هذا الجهاز حتى يرجعها للدم، فيحافظ على مستويات السوائل في جسمك. تتدفق حوالي 20 لتر من البلازما عبر الأوعية الدموية كل يوم. يعني الأوعية الدموية يطلع منها 20 لتر من البلازما كل يوم، يطلع هذا البلازما سائل شفاف يخرج من الدم إلى الخلايا بعد توصيل المغذيات للخلايا وأنسجة الجسم وتلقي الفضلات. يتم إرجاع 17 لتر إلى الدورة الدموية، فيبقى 3 لترات متبقية. وين تروح؟ هل تدخل في الخلايا أو تتسرب؟ لا، الشعيرات الدموية لا تستطيع إرجاع هذه الثلاث المتبقية، فيقوم هذه البايبات التي ترافق الأوعية الدموية، فهي سيستم مشابه للسيستم أو نظام الدورة الدموية، لكن عبارة عن خلنا نقول التصريف، نفس خلنا نقول فتحات تصريف الأمطار. هذه نفس الشيء، تصرف هذه السوائل الزائدة اللي من الخلايا فتنقلها عن طريق هذه الشبكات الصغيرة من الأنسجة إلى أن تأتي إلى مجاري كبيرة، وتصب هذه المجاري إلى الأوردة، وعن طريق الأوردة يعود إلى الدم. الجهاز اللمفاوي أيضا له دور كبير في امتصاص الدهون من الجهاز الهضمي. فاللمف يحتوي على سوائل في الأمعاء تحتوي على دهون وبروتينات، تنقلها مرة أخرى أيضا إلى مجاري الدم. وثالثا، الجهاز اللمفاوي أو النظام اللمفاوي أيضا يحتوي على أجسام مناعية تحارب الغزاة، فهو يحمي جسمك. ولذلك تجد أن الجهاز اللمفاوي إذا أصيب الإنسان بأي مرض مناعي تنتفخ هذه الغدد اللمفاوية المنتشرة في الجسم، وبالإضافة إلى الغدد اللمفاوية عندنا اللحميات، عندنا اللوز، وعندنا الطحال، وعندنا أماكن أخرى تتواجد فيها هذه الغدد اللمفاوية، لأن السائل اللمفاوي يدخل إلى هذه المحطات، وهذه المحطات تعقم هذا السائل ثم ترجعها نقية إلى الوريد، وعن طريق الوريد تدخل إلى الجسم مرة أخرى. فمن
الذي خلق هذا الجهاز العظيم الدقيق المتكامل وخلقه هدية للإنسان حتى يحفظ الإنسان جسده من هذه السموم ومن هذه الأمراض؟ إنه الله جل جلاله، فلله الحمد والمنة. بعد الفاصل راح نتكلم عن معلومات أكثر عن الغدد اللمفاوية وكيفية الحفاظ عليها، فتابعونا. حياكم الله مشاهدين الكرام، ولا نزال في الحديث عن هذا الجهاز العظيم والنظام العظيم، النظام اللمفاوي، الذي يحتوي تقريبا على 600 عقدة لمفاوية منتشرة في جميع أنحاء الجسم. هذه العقد لها دور في أنها تأخذ هذا السائل اللمفاوي من هذه السوائل المتسربة من الخلايا والسموم والشوارد، فتأخذها وتنقيها في هذه العقد، ثم تذهب بها إلى الأوعية الدموية، فترجع مرة ثانية إلى القلب ويعاد تدويرها مرة أخرى. هذه السلاسل اللمفاوية أو العقد اللمفاوية لا تتورم إلا إذا كان هناك لا سمح الله التهاب في الجسم، أو كان هناك لا سمح الله سرطان في الجسم، فتجدها تتضخم وتكبر لأنها تريد أن تحارب هذه الأجسام الغريبة في الجسم. كيف نحافظ على الجهاز اللمفاوي؟ مهم جدا أن نتجنب التعرض للمواد الكيميائية، خاصة المواد السامة، وهذه موجودة في الكثير من الأمور التي نتعامل معها، سواء نشتريها أو حتى في لعب الأطفال الرخيصة التي تتكون من بلاستيك سام وعليها بعض العلامات التي تحذر منها الشركات. كذلك يجب تجنب المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف، بعض المبيدات لها روائح قوية جدا أو قد تضر الإنسان إذا تنفسها، ومع ذلك تلقى بعض الناس يرش مثلا الفليت أو المبيدات الحشرية ويكون قاعد. وإحنا دائما كأطباء ننصح أنك إذا بتنظف ترش المكان وتطلع وتخليه يتهوى، بعدين ترجع للمكان. يمكن أن تتراكم هذه المواد الكيميائية في نظامك وتجعل من الصعب على جسمك تصفية هذه النفايات. الأمر الثاني المهم الذي يساعد الجهاز اللمفاوي في زيادة كفاءته، أنك تحافظ على شرب الماء، وهذه دائما نذكرها. طبعا لا يوجد هناك عدد معين من القلاصات أو الأكواب أنك لازم تشرب 8 ولا لازم تشرب 9، المهم أنك تحافظ على شرب السوائل بشكل مستمر، بحيث أن جسمك ما يكون واصل إلى مرحلة العطش وأن السوائل تدور في جسمك. فإذا أنت شربت السوائل بشكل مستمر، هذا راح يؤدي إلى زيادة الرطوبة في الجهاز اللمفاوي، فيتحرك بسهولة في جميع أنحاء جسمك، ولذلك يحافظ على ويحمي جسمك من الأضرار. أيضا الأمر الثالث، الحفاظ على نمط حياة صحي من ممارسة الرياضة والحركة. ولذلك تشوف الناس اللي يسافرون مدة طويلة ويقعدون في السيارة ما يحركون ريلهم، أو يسافرون وما يحركون ريلهم، قد يتعرضون إلى تورم الريل بشكل أو الرجل بشكل كبير، وهذا بسبب احتباس السائل اللمفاوي والإصابة بمرض يسمى الوذمة اللمفاوية أو اللمفديمة. فلذلك يحافظ الإنسان على الحركة والوزن الصحي ويحافظ على شرب السوائل، فهذا يؤدي إلى تقليل الإصابة أو تأثر الجهاز اللمفاوي. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية، ونتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله.